وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية. مرحبا بك أستاذ تيسير. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ندى وكل المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أبدأ معك مما كشفه مصدر رفيع المستوى عن استمرار اللقاءات والاتصالات المصرية بشكل مكثف لإعادة المفاوضات ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. أستاذ تيسير، كيف ترى استمرار الدور المصري في السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة رغم ما واجهه المسار التفاوضي من تحديات؟ الحقيقه ده التقرير اللي حضرتك عرضتيه واللي انا كنت سامعه مع حضرتك ده بيأكد على ان امام مصر مجهود كبير جدا بتبذله ومستمره في العطاء في هذا المجهود من اجل اهلنا في فلسطين ومن اجل القضيه الفلسطينيه، على الرغم مما يحدث من مناورات بين اسرائيل وامريكا وامريكا واسرائيل لمصالح احنا الحقيقه شايفين انها لصالح اسرائيل بتحقق اهدافها اللي هي عايزاها. مصر قايمه بدور مهم جدا وامام العالم كله، السيد الرئيس، الاجهزه المعنيه معاه، المخابرات العامه، كل الاجهزه بتشتغل لصالح حل مشكله وقف اطلاق النار بطريقه مستمره حفاظا على الارواح. وكل المواقف اللي احنا بنشوفها وكل الاجتماعات اللي احنا بنشوفها وبتتم من اجل اخواتنا الفلسطينيين وبصدق، ملناش مصلحة أبدا في أي حاجة في أي شيء غير إن إحنا نحافظ على الأرواح الفلسطينيين، وأيضا الأهم كمان الأيام دي من بعد يوم 7 أكتوبر إن إحنا عايزين نشوف الموقف الأرض إيه كمان، يعني الأرض المسألة ما بقتش قضية فقط ولكن بقت قضية وأرض كمان. مصر موقفها ثابت وسيادة الرئيس موقفه ثابت في القضية أمام العالم كله، اللي بيقوله في الاجتماعات المغلقة هو اللي بيقولها في الاجتماعات في العلن. مصر بدورها قوي جدا وبناء لصالح حل القضية الفلسطينية، لو الأطراف استجابت الموضوع هيبقى ياخد طريق الحل، لكن احنا بالحديث شايفين عن إسرائيل الأطراف أستاذ تيسير، يعني أيضا كشف المصدر أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس، ماذا من الممكن أن نتوقع برأيك؟ يعني ما مصير هذا المقترح برأيك؟ أنا أتمنى إن الإشارات الإيجابية تكون فعلية وما يكونش بعدها أعمال بتؤدي إلى الرجوع إلى الخلف مرة أخرى زي ما حصل في موضوع معبر طول كرم. اللي انا بتكلمه بمنتهى الصراحه ان المفروض حماس كمسؤوله عن اهلها في او اخوها وبلدها في فلسطين انها تهتم باشارات حقيقيه تنفذها دون اي مراوغه، وفي نفس الوقت تدرس الامور صح، لان في النهايه دي ارواح ناس واطفال بتموت وانشاءات بتتهدم وارض بتروح. لازم خطوة جادة من حماس أهم من أي حد تاني عشان كمان يبقى الموقف أمام العالم واضح، لأن مصر بتتمنى إن الموضوع ينتهي، لكن مش ممكن يبقى في خطوات بتعملها مصر للأمام ويصدر عنها تصرفات تخلينا نرجع للمربع صفر مرة تانية. أتمنى إن الإشارات اللي بتصدر من حماس تكون واقعية وتكون صادقة عشان حل الموضوع، لأن الموضوع خلاص إحنا كلنا بقينا زعلانين وبقينا شايفين المواقف اللي إحنا مش قادرين نتقبلها والصور اللي إحنا مش قادرين نتقبلها والأطفال والسيدات، كل الكلام ده كله نتائجه أصبحت سلبية، بقينا بندور مش على قضية فلسطينية فقط ولكن بندور على قضية فلسطينية وعلى الأرض الفلسطينية، ويجب على الأطراف كلها إنها تستمع لصوت العقل وصوت مصر، لأن مصر هي الدولة الوحيدة وبأكد مرة تانية الوحيدة اللي واقفة بصدق لحل القضية الفلسطينية، وملهاش مصلحة أبدا إلا إن تحافظ على القضية الفلسطينية وعلى الأرض الفلسطينية وعلى الأرواح الفلسطينية. صحيح، بكل تأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية.